بنت أنا طلقة بنت عودة حفيدة زحزيح آل ديسمبر أصير بنت عمك بليز سبتايتل أنا بفهم شيء واحد الحين يا أحمدي يوم خدتني من أبوي الله يرحمه عودة وعدته إنك تعدل لسانك مو عدل وين كان هي صراحة ما أذكر نسيت يمكن إني أنا وعدته ونسيت أنا شكل أبوك نسيت الله يسلمك لما ويه زحزيح شوي شابه ولا والله ما أعرفه لكن بيني وينك خلاص كل شيء تغير الحين غير وش اللي غيره يا مللي يعني أنا أقول إحنا يعني الحقيقة يا طلقة من عرفنا بعض لا أنت راضي تتعلمين حكينا وطريقته ولا أنا قادر أنا أتعلم حكيكم وطريقته عاد تبين ما تبين بجهنم يا مليت أنا جهنم اللي تولع فيك إن شاء الله دريت عاد أنا رايح أقابل طفوحكم أبرك من مقابل وجهك جعلك توخذ سواليفك تجيب الهم يمه والغم يا يمه وجعه ها أنت بتكمل علي أنت الثانية خلص من أبوك تجيني أنت يا يمه جعلي أفداد وراس معصبة من الصبح من أبيك جنني يا جعله الجني لسانه مراضي يتعدل حلو الله 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 حلو جميل جدا الحين أنا صرت كل هذا طلقة حمدي ربك أنا ساكت على اسمك هالسنين كلها ما حكيت الحين أنت بتعذرب باسمي والبدرد جاه وين وعندك خب باسمك وباسم اهلك شنو هذا الاتجاهات اربعه هذه طلقه عوده زحزيح آل ديسمبر ايش دعوه وين قاعدين احنا يبا ايش فيكم على هالصبح انت تكفى اسكت انت بروحك اسمك هذا بروحه سالفه ما قدرت ادلع ولدي الناس يدلعون عيالهم يويو يوسف جمال جوجو أي هالأسامي هذا ما أنا قادر أدلعه زحزيح شمون اسمه بروح زح يعطني شرقة والله ها فضلي مسميته على اسم يد زحزيح والله عندك خبة فيه أنت من تعرف من هو زحزيح زحزيح هذا فارس آل ديسمبر يوم منهم غزوا هكالسنة عقب هجرتهم الروسية بشهر 12 سموهم على اسم الغزوة وتاريخ الجزيرة كله يشهد لنا عجل هاي يا يبا شعبالك أقول كله حكي بحكي أقول أنت أنا بسألك سؤال مدام مشتت حذانيك كأنك رفيج ميكي ماوس سؤال إن جاوبت عليه كلامكم عدل أنا بسأل سؤال مر عليك غزوة أيام دراستك اللي درستها بالثانوية والمتوسطة والإعداد وهذا غزوة اسمها آل ديسمبر إيه يا يبا وجدان أمي هاجروا الروسيا وغزوا فيها وشفنا بالبرنامج أنا وأنت وأمي ذي النوبة اللي يشهد لهم